السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة عبير عامر. طبعا في البداية متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل فيديو جديد بعمله إن شاء الله يوصل لكم، وتشاروا للأهل والأحباب، ومتنسوش تحطوا اللايك وتسيبوا كومنت تحت تقولوا إيه رأيكم في الفيديو النهاردة. النهاردة الفيديو بتاعنا مش طبخ ولا وصفات طبيعية ولا أي حاجة خالص، النهاردة حتى فيديو قصير مش طويل ولا حاجة. حبيت اجيلكم يعني في الفيديو دوت ان انتوا حبيت تشاركوني فرحتي النهارده، في النهارده عيد ميلاد ابني ربنا يخليه لي يا رب، مارو، النهارده عيد ميلاده، فهنحتفل بيه مع بعضينا يعني حفله على الضيق كده، انا وباباه وهو طبعا وخالته وصاحبه الانتيم، بس هو اللي عازمه، مفيش اكتر من كده. فحبيتكم تشاركوني يعني الفرحه بعيد الميلاد ديت، وحبيت اوريكم السفره اللي انا عملتها لعيد الميلاد. انا يعني السنه اللي فاتت واللي قبلها وقبل كده كنت انا اللي بعمل التورتايه بايدي، تورتايه عيد ميلاد كنت انا بحب اعملها يعني، وبعمل تورتات حلوه جدا يعني بصراحه. بس بصراحه السنه دي عشان القناه ومش عارفه ايه ما عنديش وقت خالص، ويعني وكسلت ان انا اعمل تورته بقى وازوقها ومش عارفه ايه، وتاهت عن بالي حته ان انا اعمل تورته، فقلت ايه اشتري بقى كله جاهز من بره. فهوريك طاسه السفره اللي انا عاملاها، سفره يعني بسيطه جدا، وعايزه برضو ما كل فيديو واحد بيعمله لازم يكون وراه رساله يعني بحب يوجهها للناس، ان هو مش لازم عشان تفرحي تعملي بقى سفره طويله وعريضه عشان عيد الميلاد، حسب اللي انت هتعزميهم. يعني لو انت هتعزمي ناس كتيره هتجيبي على قد العدد اللي انت هتعزميه، هتعزمي ناس قليله زي ما انا عازمه النهارده، يعني احنا يعتبر ايه انا وبابا ومارو وخالته وصاحبه خمسه، بس خمس افراد، فجبت السفره على قد الخمس افراد دول. بلاش يعني المغالاه في الحاجه، وبلاش ان انت تجيبي حاجات زياده عن اللزوم وبالزياده، وخصوصا دي حلويات ويعني مش لازم واحد ياكل حلويات كتيره. فانا حبيت النهارده برضو من خلال الفيديو بتاع عيد الميلاد بتاع ابني اللي انتوا شاركوني فرحتي بعيد الميلاد، وكمان ان انا اوجه لكم حبه نصايح يا رب تكونوا تقبلوها مني، يعني اللي مش لازم المغالاه والمبالغه في الحاجات اللي احنا بنشتريها، كل حاجه حسب المكان اللي احنا بنعمله فيه وحسب العدد وحسب المناسبه. وطبعا الحلويات مش لازم ناكلوا منها كتير، فما نجيبوش حاجات كتيره واضطرنا نحطوها في الثلاجه ونفضل ناكلوا فيها، طبعا هنقول خساره، طبعا جايبينها بفلوس وحاجه غاليه هنضطر ناكلوا 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 ناكلوا، وده كله مش كويس على جسمنا. فده كان غرضي من الفيديو النهارده، وهوريكم السفره البسيطه اللي انا عاملاها لعيد ميلاد ابني. دقيقه واحده هنزل الكاميرا كده بس عشان تشوفوها اهي، هوريكم الاول التورتيه دي انا اخترتها وعجبتني قوي شكلها، هقرب شويه منها يا رب يكون شكلها واضح، بس جميله جدا، هي شوكولاته. ما رضيتش اجيب اي تورته فيها كريمه لان هم عندي هنا مش بيحبوا الكريمه خالص، بيحبوا الشوكولاته، فجبتها شوكولاته كلها ومزينه من فوق كل الحاجات اللي فيها الملونه دي كلها، دي شوكولاته كريسبي، شوكولاته كريسبي بس الوان البرتقاني والشوكولاته البني واللون الموف والحاجات دي كلها، برضو الابيض والحاجات دي كلها، ده حاجات شوكولاتات كريسبي برضو، يعني كلها شوكولاته في شوكولاته، عشان عندي مارو بيحب الشوكولاتات برضو وجوزي وكده يعني، وحتى اختي برضو ما عنديش حد بيحب الابيض. فدي التورتيه اللي انا اخترتها وعجبتني جدا، شكلها حلو قوي قوي قوي. والعصير جبت عصير نوعين عصير طبعا يعني، وجبت الحاجات النواشف اللي هي الحاجات الحادقه، بيتزا ميني بيتزا وباتون ساليه بس كده اهوت. ودي طبعا الكاسات اللي هنشرب فيها، خمس كاسات على قدنا بس كده. ده كان النهارده، ده عيد ميلاد مارو حبيبي ربنا يخليه يا رب، وعقبال بقول له عقبال 100 سنه. هو مش بيحب يطلع، لو كان حابب يطلع معايا في الفيديو كنت طلعته، لكن هو مش حابب يطلع يعني ما بحبش يطلع. بس كده اهوت. فده كان الفيديو النهارده الصغير البسيط، فيديو حبيت ان انتوا تشاركوني عشان بحبكم قوي، حبيت تشاركوني فرحتي بعيد الميلاد، وان شاء الله دايما كده تشاركوني في الافراح باذن الله. وبقول لكم انا بحبكم جدا، واعطيتكم حبه نصايح
يا رب تكونوا استفدتم منها. وهقول لكم بقى إلى اللقاء في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر.